لح المشاركة الشوط بشكل عام بيرق المؤسس، يعني الأخبار عنه كثيرة، المفاجآت كثيرة، سمعنا أخبار أمس وفي الدخول وعند دخولهم يعني مشتريات وبيعات وما إلى ذلك. كيف ترى الشوط تقييمك المبدئي؟ والله طال عمرك نسخة الخامسة أقول أنه تاريخي في صفقاتنا للمجاهيم، حيث لاحظنا طال عمرك في مشتريات أهل المجاهيم السنة هذه صفقات قوية وتنافسي شديد وحلال من البداية، والمجاهيم من البداية لافتنا النظر بقوة زينها، والآن حنا في آخر مرحلة في الثمانين نشوف أنهم بدأ آخر صفقات أمس وصفقات قوية جدا ما كنا نسمعها في المجاهيم، لابد أن في صفقات وفي مشتريات، ولكن السنة هذه أنا أشوفه تميزوا بقوة المنافسة وتميزوا بكثرة الصفقات، وهذا الشيء يرفع السوق ويرفع الحماس ويرفع المعنوية وشيء طيب طال عمرك. نعم طيب،